أيتها السيدات أيها السادة، مساءكم سعيد. نرحب بكم إلى برنامجكم الإخباري الوثائقي. الوثائقي في هذا العدد نخصصه لقطاع الصحة في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الشقيقة. نقول إن الإنسان مخلوق من بين مخلوقات الخالق، فإنه كالبناء. الله سبحانه وتعالى أحسن تصويره وأحسن أيضا بناءه، فكل من يتهدد هذا البناء فإن لعنة الخالق تلاحقه إلى قبره. في هذا العدد سوف نتطرق كيف تخطت الصحة العمومية الصحراوية جميع العواقب وجميع التحديات. طبعا الوزارة تأسست في أول تشكيل حكومي بتاريخ 5 مارس من العام 1976، أي شهر، قرابة الشهر حوالي بعد الإعلان عن قيام الجمهورية الصحراوية الديمقراطية. معنا في الاستوديو ضيفنا هو الدكتور طبيب الجراح السيد السالك عبد الصمد مبارك، هو طبيب عام وطبيب أخصائي في جراحة الأسنان. نرحب بك دكتور. مرحبا. أهلا. سوف نتدخل من حين إلى آخر، من الفينة إلى الأخرى، مع الطبيب العام السيد لباد حميدة إبراهيم، وهو دكتور وطبيب عام وابن أحد المناهضين للاستعمار والاحتلال والاستثمار. أبوه كان قد بترت يداه أثناء كفاحه من أجل نيل الاستقلال والحرية. على كل، سنبث عليكم الوثائق الذي خصصناه لكم في هذه السهرة. هو عنوانه الصحة العمومية في الجمهورية الصحراوية الديمقراطية، من توقيع الصحفي الصحراوي لمام البشير، وطبعا من إنتاج التلفزيون الصحراوي. نتابع سويا هذا الوثائقي ثم نعود إلى النقاش. تفضلوا معنا. وزارة الصحة العمومية الصحراوية في السهر على صحة المواطنين قصد المساعدة على حصول تطور منسجم لطاقاتهم البدنية والذهنية وإيجاد الملائمة بينهما وبين المحيط الطبيعي والبيئة الاجتماعية منذ حرب التحرير وفي ظل ظروف اللجوء، وذلك بمقاومة كل أسباب تطور سلامتهم الجسدية أو الفكرية مما قد يصيبهم فراد أو جماعات، وهو الأمر الذي استمر مع قيام الدولة الصحراوية ونهج وزارة الصحة العمومية لسياسة الطب المجاني لكل المواطنين من خلال سهرها على وضع كل طاقاتها موضع التطبيق ومراقبة تنفيذها في مجالات مختلفة كالوقاية والعلاج والتدريب على الحركة ومد يد العون من الوجهة التقنية لكل الهيئات العامة التي يمكن أن يكون لعملها تأثير على صحة المواطنين الصحراويين على طول فترة اللجوء. بالنسبة إمكانية مواكبة بين المتطلبات، يعني وضعية اللجوء متطلبات وتلبية احتياج في الصحة بالنسبة للمخيمات لاجئين أو في الأراضي المحررة أيضا أو في أي مكان ثاني بالنسبة للمواطنين الصحراويين، هذا موضوع إرادة شعب أراد أن يبني المؤسسات للدولة الصحراوية ولو في ظروف استثنائية. صحيح عن محدودية الإمكانيات، حتى التكوين كان يعني يعدل أثناء يعني الاحتياج، يعني فيه اللي يعدل بطريقة سريعة وعجلانة من خلال ورشات، من خلال تكوينات بدائية أو على عجالة، وفيه اللي استثمار كان على مد البعيد واللي هو لفضله حالا الحمد لله لدينا مختصين أطباء عامون مخرجين في مختلف الميادين، سيان يتعلق الأمر بالمخابر أو يعني طب العينين، الصحة النفسية، ذا المتعلق بالطفولة، طب الطفولة إلى خير ذلك، بالإضافة إلى عمل وقائي مستمر كان الهدف منه وقاية المجتمع من أي وباء أو مرض يظهر سيرته، والله خاصة في هذه المنطقة اللي كانت تكون يعني معروفة كأنها نقطة ملتقى طرق ما بين عدة مناطق، وبالتالي انطلاقا من المبدأ الأساسي للصحة هي الوقاية خير من العلاج.
هذا وقد شهد اختصاص وزارة الصحة العمومية الصحراوية العناية بالعنصر البشري من خلال تنمية القدرات والكفاءات واستثمارها داخل مخيمات اللاجئين الصحراويين وتوظيفها لخدمة المواطن، فأنشأت لذلك القرد مدارس خاصة للتكوين الشبه طبي قصد الرفع من مستوى الأطقم الصحراوية واكتساب خبرات ومعارف جديدة في الميدان، والتي أصبحت بفعل دورها الريادي وعملها الدؤوب قادرة على مد مختلف المصالح الطبية بالكوادر والقدرات المؤهلة في مجال التمريض. بالنسبة لمدرسة الشهيد عبد الفتاح، ملا عبد الفتاح، هي مدرسة شبه طبي فيها الشعب اللي نحن في حاجة ماسة لها وحسب احتياج الساحة الوطنية تلبي وتستوعب كل سنة دفع سيان يتعلق الأمر بالتمريض أو الصحة الإنجابية من خلال القابلات، تكوين قابلات أو أي مجال ثاني آخر من الصحة، وقابلة لإدراج أي تخصص ثاني نحن يعني بعد دراسة نلمس وعنا في احتياج له. وبالتالي حالاً في الساحة الوطنية يلتمس تلبية الاحتياج من الموارد البشرية اللي متكونة من خلال هذه المدرسة، وأيضاً نحن لله الحمد واقفين على مولي مواهب، وحتى واقفين على نوعية إخراج كل دفعة كانت يعني في المستوى المطلوب، وبالتالي هذه نعمة نحمد الله عليها، بالإضافة إلى المزيد من العمل لأنها نفس المعايير للدخول للمدرسة تطلب مولي انطلاقا من المنهج اللي يدرس مستوى معين، وبالتالي هذه المستويات لابد ولو الرغبة تعود واسعة ولو الرغبة تعود عدد كبير هاي لابد يقيد كل سنة في الدخول الاجتماعي بالمعايير والمقاييس اللي تتطلب ذاك المستوى، وبالتالي هذه السنة نلمسه ونلاحظه الإقبال وحتى النوعية في هذا الإقبال. كما تتولى الوزارة أيضا ميدان أعمال المداومة كتنظيم المعالجات العمومية في المستشفيات الجهوية أو المصحات الجوارية، ما من شأنه أن يقرب بقدر الإمكان المعالجات الطبية والتمريضية من المواطن، وذلك بإحداث شبكة صحية تشمل سائر دوائر الولايات بمخيمات اللاجئين الصحراويين من خلال إنشاء مديريات جهوية تعنى بتتبع مراحل الوقاية والعلاج الضروريين لكل الفئات العمرية، بما في ذلك كل ما يتعلق بالطفولة والأمومة، كما تشرف أيضا على توفير الرعاية الطبية بصفة عامة لمواطنيها حسب الإمكانيات المتوفرة، التي وإن لم توجد جهويا أو استعصت تغطيتها طبيا تكون الوجهة للمصالح الطبية الوطنية وفي مقدمتها المصلحة الاستشفائية الشهيد البشير الصالح، ذلك الصرح الطبي الذي يضبط نشاط المؤسسات العلاجية المشار إليها سلفا ويتولى الإشراف الإداري والمالي والفني على المؤسسات الجهوية في كل الحالات. كما أن المصلحة أيضا مكلفة في نطاق مساندة العمل العلاجي في التشجيع على إحداث وتنظيم شبكة إنتاج المخابر ومستودعات الأدوية ومراقبة إنتاجها والتأكد من جودتها وتوزيع المواد والمعدات التي تستعمل في العلاج الطبي. هذه المصلحة أيضا تحتوي على مجموعة من الأجنحة التي توفر الرعاية الطبية لنزلاء المستشفى كالإسعافات الاستعجالية وطب الأسنان وجناح الرياضة الطبية والولادة وقسم الأشعة وتوزيع المواد والمعدات التي تستعمل في العلاج الطبي، إضافة لاحتضانه لمجموعة من البعثات الطبية سنويا والتي تأتي من الدول الصديقة والشقيقة المتضامنة مع الشعب الصحراوي أو بالتنسيق مع منظمات صحية عالمية لإجراء الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية للمواطنين الصحراويين. الهيكلة في وزارة الصحة والله اللي إعطاء يعني للعناية بصحة المواطنين الصحراويين تبدأ يعني من المحلي، هناك مستوصفات تعنى بكل البرامج الأساسية على مستوى
كل دائرة على حيدس، يعني يتعلق الأمر بأي جانب من 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 الصحة، يعني التمريض الأولي، موضوع الصحة الإنجابية، موضوع الطفولة، موضوع أمراض المزمنة، موضوع أي حالة استعجالية طرات. منين ما يمكن تلبية متطلبات المواطن هون، هون مرحلة أولية للإجلاء نحو مستشفيات جهوية فيها مستوى أكثر، هناك أطباء، يعني هناك يعني عيادات، وهناك أيضا الهياكل والله الأقسام المكملة للأداء الطبي من خلال الرعاية الطبية اليومية للمواطن، هم يعني مخابر للتحاليل لاستكمال أي تشخيص معين، لا أيضا هون العيادات المختصة، ولما يعني يكون فيه ضرورة للنزول في المستشفى هم اللي يحتضن. منين ما يقد يعني تم تلبية الاحتياج والله الحدود المعينة ما تفوق إمكانيات ذاك المستشفى، يتم مرحلة ثانية للإجلاء نحو المستشفى الوطني أو المركب الوطني. مركب لأنه تقريبا هون تكامل بين عدة مصالح طبية اللي من خلالها يقد يتم أكثر تشخيص وأحسن بالنسبة للمريض. ومع ظهور جائحة كوفيد-19 دأبت وزارة الصحة العمومية الصحراوية على تنظيم عديد الحملات التحسيسية الناجحة بفعل انخراط كافة عمال القطاع الصحي في إنجاح السياسات الوقائية المتخذة من قبل اللجنة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا، وبالتعاون مع الشركاء والمتعاونين الدوليين الرامية إلى تحسيس المواطنين بمزيد من الاستنفار والتفهم من خلال التجاوب الواعي والفعال مع الإجراءات الوقائية المطروحة، خاصة تفادي التنقل إلا في حالات الضرورة القصوى، والالتزام بشروط النظافة الشخصية والمنزلية والبيئية، والتقيد بالتباعد الاجتماعي. ولحد الساعة وبالرغم من تواضع الإمكانيات وصعوبة ظروف اللجوء، لا زالت الأطقم الطبية التابعة لوزارة الصحة العمومية الصحراوية مستمرة في نفس المجهود الذي دأبت عليها من خلال مرافقتها للمواطنين الصحراويين ومحاولة تطوير المكتسبات الصحية بما ينتجه عصر العولمة والتكنولوجيا، انطلاقا من الواقع الاستثنائي للشعب الصحراوي، معتمدة في ذلك على استنهاض الهمم والطاقات في شتى المجالات الطبية بجميع المستشفيات الاستشفائية الصحية الصحراوية، معتمدة في ذلك أيضا على مجموعة من الكفاءات الصحراوية من دكاترة وممرضين ومسيرين خريجي جامعات الدول الصديقة والشقيقة وبعض المتعاونين الأجانب، وعلى رأسهم الجزائريين والكوبيين الذين شاركوا الشعب الصحراوي في تجربته الوطنية الرائدة في الميدان الصحي بالرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها. أيتها السيدات والسادة، نعود بكم ونحن نتابع هذا الوثائقي. شدني الحديث إلى ضيفي السيد السالك عبد الصمد مبارك، وهو طبيب أخصائي في جراحة الأسنان، لأنه كان يروي لي كيف كانت الأوضاع في العام 1975. تخيلوا بعضا من الأمور، مغارات ومخابئ ذئاب حولت آنذاك في 75، أذكر، إلى مستشفيات. وكان يروي لي كيف أسعف امرأة ونساء أخريات كنا يضعن صغارهن. نرحب بك من جديد السيد السالك عبد الصمد مبارك. من هنا نشد الرحال في رحلة الصحة العمومية وتحدياتها. أنت عشت ذلك وكنت تروي لي ذلك، صحيح. ممكن أنك تفسر لي وتفصل في هذا الأمر من فضلك. مرحبا بكم. أعلن بالنسبة لوزارة الصحة، كيف تعرفوا أعلنها وأسست وزارة الصحة، وأسست عقب ثلاثة أيام من 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 إعلان الدولة الصحراوية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، ويوم 5 مارس وشكلت الحكومة الصحراوية، ومن أول الوزارات اللي أعطتها أهمية الدولة الصحراوية هي وزارة الصحة. نعم. بين الوزارات اللي وهذه الوزارة على كل حال في ذاك الوقت احنا مغزيين كيف تعرفوا،
داخل علينا المغرب وداخل علينا موريتانيا. نعم. وهذو دول سنتين متعاونات علينا وحنا في ظروف خاصة. نعم. احنا في إذن هون ظهر لي أنا عقب ذاك على أنها الإمكانيات ما هي اللي تضمن على أن الضمان صح بالمواطنين. تكاد منعدمة. بل قلة الإمكانيات. نعم. وتعود بقناعتك على أنك خالق لك هذه الطريق. نعم. تفرض عليك على أنك تصنع المعززات. صحيح. وإحنا طبعاً على أن الناس جاية ما هي قابلة بالغزو. نعم. ومشات الطايح في السحاري. نعم. إذن نفرض عليك أنك أنت تلود الشيء لا يتعدله مقابل. نعم. هذا إذن يعني توجد الحلول لكل هذه المسائل وهذه المشكلات. صحيح. نعم. إذن في ذاك الظرف قبال. نعم. خالقات النساء كانوا حمل. نعم. وإحنا نفرض علينا على أن المغاير اللي نجبر في الكدية نعدلوا منهم مستشفيات وندخلوا من النساء ياك يا براو. إذن كيف ملي على أن وسيلة الضوء اللي لا ينقندلوا به ولا الحطب نقول لا النار باش نعدلوا باش نخيطوا باش نداوي الجرحى باش. إذن هذه الإمكانيات اللي كانت عندنا. النساء نفرض عليهم قهرا عليهم يرفدوا شراب تركتهم على. نعم. الغنم على العتاريس. نعم. يرفدوا عليهم يديروا عليهم باطي كلمة باش يرفدوا ما تركتهم. إذا هذا قلت على أن الظروف هي الفرضة على أن احنا على أن هذه تحدي كبير. يعني تحدي كبير وصنعت منه المعجزة. وصنعنا من صحيح. أنت شخصيا يعني قمت بإسعاف ونفست امرأة حامل ونساء حوامل. كيف كانت يعني كنت تخيط النساء وكنت تقوم بذلك ولا وجود للإنارة ولا وجود للإضاءة؟ لا الحطب. لا نلقاني الحطب ونقديه هو اللي به نشتغل. ما عندنا شيء ما عندنا وسيلة على نار الحطب. على نار الحطب هو اللي نقدر نعدله به. إذا قلت علينا وزارة الصحة من شافت هذا الظرف اللي احنا فيه وفرض علينا هذه الظروف القاهرة علينا لابد من نعدله. تحدي باش نظهروا لنا ما هي الإمكانيات اللي ليس لنا القناعة بهذا اللي نعدله. ووزارة الصحة عدلت برامج هاي البرامج بما أن الدولة قلت عليها أعطتها أولوية لهذا. هو على أن هاي البرامج اللي عدنا فيهم الوقاية فيهم الإسعاف الأولي الأمور الحرجة التي يمكن تدخل فيها قبل أن نخوض في هذه البرامج وكل ذلك. سوف نتصل بالسيد دكتور لباد حميدة إبراهيم دكتور طبيب عام. مساءك سعيد أهلا وسهلا في الوثائقي. أنت ابن شهيد دكتور واليوم تقوم بواجبك طبيب عام وممكن أنك تخوض تجربة التخصص. كيف هي أداءاتك اليوم في هذه الظروف وفي هذه ظرف تحدي وظرف حرب؟ يعني لا أدري إن كان يسمعني الدكتور لباد حميدة إبراهيم. أذكر أنه طبيب صحراوي عام يقوم بواجبه طبيبا عاما ويتدخل كما شاهدنا في هذا الوثائقي في عدة تخصصات وأصبح للجمهورية العربية الصحراوية أطباء وسلك شبه طبي. يبدو أن الاتصال ليس على ما يرام. دكتور لباد حميدة إبراهيم هل تسمعني؟ يبدو أن الاتصال لم يكن على ما يرام. على كل سوف نعود الاتصال بالدكتور لباد حميدة إبراهيم دكتور طبيب عام في الجمهورية العربية الصحراوية. على كل نعود إلى النقاش معك الدكتور سالك. قلت أنه الجمهورية العربية الصحراوية والحكومات قامت بإعداد برامج ومخططات استعجالية من أجل إسعاف المرضى ومن أجل التدخل والتطبيب. كما شاهدنا في هذا الوثائقي اليوم للجمهورية العربية الصحراوية أطباء وسلك شبه طبي وطبيبات في حين في الاستعمار الإسباني والاستعمار المغربي خلف طبيبا واحدا فقط. يبدو أن الاتصال معذرة يبدو أن الاتصال الآن عودنا الاتصال بالدكتور لباد حميدة إبراهيم. دكتور مساءك سعيد. مساء الخير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا في الوثائقي. أنت ابن شهيد دكتور لباد حميدة إبراهيم واليوم أنت تؤدي أيضا واجبك خير خلف لخير سلف. كيف هي أداءتك اليوم في ظرف استثنائي ظرف حرب ومع مصارعة ومد وجزر في الإمكانات وفي الأمور التي تطرأ عليكم من الجانب الصحي؟ تفضل. أه
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. هني الشعب الجزائري بالفوز العظيم الكبير اللي مستحقه. ونشكر القناة بهذه الفرصة. طبعا احنا في هذا الظرف بعد 40 سنة من العطاء مع هذا الواقع، مع هذه الوضعية العامة. نعم. ويعني بعد 45 سنة نرجع للحرب من جديد في ظرف فيه كورونا مع بين العالم كامل، واحنا نفس التصميم ونفس العزم ونفس الإرادة اللي انطلقنا بها. ما عندنا طبيب ولا عندنا ممرض متخرج إلا قليل، ونفس الوضعية اللي انطلقنا بها أنا الأول من قلة الإمكانيات ومن قلة وكل شيء، من فقر الدم من الديستنتريسيون ومن الأمراض المؤذية اللي كانت ذيك ساعة. نعم، هي تحديات إضافية بالنسبة إليكم. تحديات إضافية بالنسبة لكم إضافة إلى التحديات التي كانت سابقا، الجرحى والأمراض والذين يتنقلون من مكان إلى آخر هروبا من القصف وفي الشتات أيضا. طبعا اليوم يعني عندنا أمراض كورونا ونرجع لنفس الحرب، يعني في الجرحى وفي سعداء وفي إلى آخره، مع أن المجتمع أكثر وعي وأكثر دراية بالجانب الوقائي. ويعني 40 سنة من الثورة، 40 سنة من التوعية، 40 سنة من المؤسسات، خدمة الليل والنهار في السبيل على كل مواطن يعتمد على نفسه. ويعني البرامج القائمة، برامج اللي فيها يعني تحارب فقر الدم وتحارب الانفلاسيون، قائمة على مستوى كل دائرة وكل حي. نعم. ويعني وكذلك مستشفيات كل ولاية وعلى مستوى كل جهة، والحمد لله اللي كذلك ما قدر نحل على مستوى الجزائر مستشفيات مفتوحة من تندوف إلى ألجي. بصفتكم دكتور لباد حميد إبراهيم، لما يأتي المريض إليكم كطبيب وكأحد أطباء في الجمهورية الصحراوية الشقيقة، لا تستطيع أن تقول له لا وجود للإمكانيات، فأنت تصطنع عفوا تلك الإمكانيات وترتجل من أجل الأهم من ذلك هو إنقاذ روح إنسان. هذا صحيح، هذا يعني تعودنا عليه منذ انطلاقتي. يعني أنت إما يجيك مريض قدامك تحاول تحل المشكلة بأي طريق. نعم. المهم فيه أنت تخمم مصلحة المريض والحل، لأن احنا مجتمع غليل. نعم. وإلا ما عندنا سياسة اجتماعية نربوا فيها الأطفال والحاملة وكذا من أجل على أن نعود موجودين، يعني ما عندنا ولو. لذا يعني سياستنا الكاملة وتفكيرنا هو عن كيف سنقضي طفل، كيف سنقضي أم حاملة، ولا كيف سنقضي جريح، ولا شيباني إلى آخره. وهذا هو مربط الفرس بالنسبة إليكم، هو التعويل على الموارد البشرية، يعني تغطية ذلك النقص في الإمكانات من خلال الكفاءات في مجال الصحة على ذكر خصوص هذا الملف الذي هو في عدد اليوم، وفي مجالات أخرى. يعني أليس ذلك صحيح؟ صحيح. احنا يعني اعتمدنا من البداية اللي نقدر نعود فيدنا هو مجال الوقاية، وهذا مجال الوقاية يعني هو اللي نجحنا به ووصلنا به مجتمعنا إلى هذا يعني هذا 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 المستوى من يعني الحفاظ على صحته والحفاظ على من الأمراض الوبائية، وبرمجة التلقيح المنظم، والحفاظ على الحامل، والحفاظ على طفل ضعيف إلى آخره. نعم. بالنسبة لأمور أخرى، يعني إحصاء الحاجيات والاحتياجات للأطباء والسلك شبه الطبي بالنسبة للتدخلات والجراحة وما إلى ذلك، كيف تحصون تلك الحاجة وتقدمونها في تقارير وزارتكم الوصية؟ طبعا يعني كل جهة عندها يعني خاصيتها، ويعني خلق تقييمات شهرية، ومن خلال التقييم الشهري وتقارير الشهرية تطلع الاحتياجات للوزارة يعني شهريا، وخالق الامراض هذه الوبائيه. نعم. يعني مع الامراض اللي اوليغا يعني خاصه يعني يتعلم بها اوليغاتورما
في نفس الوقت يعني في نفس النهار توصل الأخبار لوزارة الصحة عن خالق هذا ولا خالق هذا. نعم. يا غير الأمور الثانية كاملة تبرمج طبقا للشهريات، خالق تغاري الشهرية توصل للوزارة بجميع الاحتياجات من صغيرها إلى أكبرها. نعم. كما لاحظنا وتابعنا في هذا الوثائقي دكتور الباد حميد ابراهيم انه الاستعمار الاسباني والمغربي لحد الان خلف فيما مضى في 75 يعني طبيبا واحدا او يكاد لم يخلف طبيب، اليوم هناك اطباء وطبيبات وسلك تطبيب وسلك شبه طبي ومختصين، وهناك بعثات ايضا كما لاحظنا من دول صديقه وشقيقه للجمهوريه تبعث ترسل بعثات من اجل التكوين وتوفير التدقيق في مثلا في مجال المخبر وما الى ذلك. نعم، احنا يعني اعتمدنا في بدايه الامر حاولنا أن نعرف احتياجاتنا يعني والأمراض اللي موجودة. نعم. حاولنا أن اللي ما قد نحله على مستوى المستشفيات اللي هون وأطبائنا نحاول نجندوا بعض البعثات يغتغلق عن النغص في نفس الميدان، واللي ما قد نحل مع البعثات وإحنا ما قد نحلوه نحولوه إلى المستشفيات الجزائرية من هون إلى الجزائر العاصمة، من تندوف إلى الجزائر العاصمة. ومن حيث التكوين الاستعمار الإسباني كما يعني ما خلانا اسمه طبيب واحد وبعض الممرضين، ولكن الثورة الصحراوية غدرت على أنها توجد تقريبا أكثر من 500 طبيب ما بين طبيب عام طبيب أسنان إلى آخره ومختصين تقريبا كده 20 مختص في المجال حتى الآن. نعم دكتور الباد حميد إبراهيم دكتور طبيب عام، شكرا على كل هذه التوضيحات. نذكر المشاهدين أنك ابن شهيد أبوك رحمة الله عليه في جنة النعيم بترت يداه يعني تعذيبا من المستعمر والمستدمر للوالد وللصحراويين قبل أن يستشهد. شكرا جزيلا على هذه التوضيحات، ونتمنى أن تكون حاضرا معنا في أعداد أخرى بإذن الله. شكرا إن شاء الله ربنا. شكرا. نعود إليك ضيفنا في البلاتو الدكتور سالك عبد الصمد مبارك. كنا نشاهد في طب العيون والإسبان معروفون بهذا التخصص وبتمكنهم في هذا التخصص، وأنت جراح أسنان. يعني البرامج اليوم التي تضعها الدولة والجمهورية العربية الصحراوية والحكومة كيف هي سارية لحد الآن من 75 إلى اليوم؟ كيف هذا المد التصاعدي لهذه البرامج؟ هاي البرامج اللي عدلت الدولة الصحراوية بواسطة وزارة الصحة هي برامج فيها جانبين، خلق هذا الجانب اللي متعلق بين احنا وامكانياتنا وقدراتنا، وخلق هذا الجانب اللي نعتمده على واحد اعلنها بعث استقاء غير حكومية منظمات، والله هذا اللي نتعلق بالجزائر. إذن هذا احنا عندنا تنظيم متعلق بنا احنا، قلت على انه هذا يعني احنا عندنا مستشفيات في 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 في, في المخيمات اللاجئين، عندنا مستوصفات، هذو عندهم برامج على مستوى الدائره، وعندهم اساسا برامجهم هو عليهم برامج متابعه امكانيات برامج الوقايه، بعدين عندهم مراقبة ومتابعة الحمل، عندهم برامج ومتابعة الأمراض المزمنة كيف السكر وكيف الضغط الدموي وما إلى ذلك والقلب. هذا على مستوى الدائرة عندهم يستعانوا بعين فمتي دائما خالق ممرض مختص هو اللي عندهم هذا المرضى اللي يجوهم يمشوهم شهر مستشفى جهوي لأنه اللي فيه الطب المختصين. نعم. إذن هذا الطباء المختصين في المستشفيات هم يخلصوا هذا المريض شنو هو مستوى علاجه. نعم. يا كانوا عندهم يقدروا يدخلوه المستشفى ويعالجوه او يعدلوا له الاجراء شهر مستشفى، عندنا قالوا مستشفى الوطني اللي فيه قدرات ثانيه وفيه امكانيات ثانيه. يعني نفهم انه الدوله والسلطات الصحراويه قامت بتقسيم يعني ادوارها كما يجب وبعد إحصاء، يعني هناك التدخل الصحي الجواري وهناك التدخل الصحي المحلي وهناك الوطني، أليس كذلك؟ حقنا.
نعم. صحيح. فهناك يعني دراسة للحالات هكذا. نعم. وعدا ذلك إذا كانت الحالات مثلا كما شاهدنا في هذا الوثائقي هناك مستشفيات في مواقع الحرب إذن ميدانية يعني قلت عنه في حالة علنه على مستوى جهوي يشوف على أن هذا المريض يعطي قيس بليدة ثانية درجة ثانية من 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 المعالجة يمشوا شر المستشفى هذا اللي نقولوا نحن المستشفى الوطني قلت عنه فيه قدرات ثانية. نعم. إذن تحديات كبيرة النساء الحوامل الأطفال شاهدنا في هذا الوثائقي وفي هذا العدد من الوثائقي مع الدكتور السالك عبد الصمد مبارك طبيب أخصائي في جراحة الأسنان كيف حول الصحراويون تلك الصعوبات إلى معجزة في المغارات وفي مخابئ ذئاب في سنة 75 حولت إلى مراكز إسعاف للنساء الحوامل على ضوء نار الحطب يخيط الجراح بعد أدائه للعملية الجراحية. السيد السالك عبد الصمد مبارك دكتور أخصائي في جراحة الأسنان أشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا في الوثائقي. أشكركم أيضا أيتها سيدتي والسادة على حسن الانتباه والمتابعة إلى أن ألقاكم في عدد قادم بإذن الله في الوثائقي. أقول لكم سلام.